عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. هنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، ندخل مباشرة في الموضوع. قبل ما غادي نمشي، وكان واحد الطلب ديال مجموعة من الإخوان متابعين قناة الجريدة المغربية اللي طلبوا مني، قال لك السي أحمد ما رأيك في ديك التظاهرة اللي كاينة في المغرب من أجل نصرة غزة والتنديد بالتطبيع واو. فهاد الحلقة هذه غادي نكشفوا المستور، وغادي نفضحوا شي وحدين أنهم من وراء تلك التظاهرات ولماذا وعلاش بالضبط. غادي نكشفوا كلش إن شاء الله رحمه الله. ولكن قبل، أنا البارح كندور في المنصات سواء على مستوى اليوتيوب أو التيك توك أو كنت فاجأ بواحد البت مباشر جزائري، وأنا كان أعرفه بطبيعة الحال أنه دائما 24 ساعة على 24 ساعة دائما محتوى همه الوحيد هو مهاجمة المملكة المغربية الشريفة، وهذا الذباب الإلكتروني الجزائري مسخر من طرف النظام الأوليغارشي الجزائري. ولكن تفاجأت أنايا في هذا البث المباشر وجود ذاك مزور التاريخ محمد دومير. ولكن ماشي أنا كيهمني الوجود ديال محمد دومير، ولكن تفاجأت علاش، لأن السيد دائما كان كيهاجم التاريخ المغربي وكيقول لك بأن الجزائر لديها تاريخ وأن المغرب لم يكن موجودا أصلا، مملكة فاس ومملكة مراكش. ولكن هذه المرة غادي يغير الاستراتيجية ديال الحوار دياله، خاصة بعد الحكم ديال محكمة العدل الأوروبية فيما يخص ديك الاتفاقية ديال الصيد البحري والفلاحة، وقال لك انتصار للصحراويين وهزيمة للمخزن. أنا غادي نسمعه بطبيعة الحال وغادي نزيد أننا نكمل. سمعونا إيش نوادي راح يقدمها كل حاضر، وجديد راح يكون أيضا بالنضال الصحراوي المستمر. ما ننسوش أنه مهما وش كان يجب أن ترافق المرافعة الدبلوماسية وترافقها نشاطات أخرى ميدانية. راكم فاهمين مليح وش راني نقصد هنا، يعني الاستقلال مش راح يجي بالمطالبة وإنما يأتي بالاسترجاع والاسترداد. يعني أستاذ، أولا نهنيك بشيء، أنه البث بث يوم أمس لاقى صدى واسع، وحتى في الداخل المغربي منصات عديدة وعديدة، منهم خزنية، منهم رواد مواقع تواصل عاديين مغاربة، قاموا ب يعني تداول تصريحاتك، وهذا شيء يشرف يعني، وحتى أنه كمية صدمة رهيبة ورهيبة جدا. أستاذ، إذا كان ممكن يعني تعطيني تعقيب على حول هذا، وأيضا هنيك سمعتها الآن المرة الثانية في هذا اليوم، قال لي صباح السفير بن جامع، قال لي نهنيك أنك وصلت لهذا المكان، وصلت لهذا الفرصة أنك تقدم، يعني كلمة نهنيك بالضبط قلتها لي أنت ذرك على اللايف تاع البارح، وقالها لي صباح السفير بن جامع، قال لي نهنيك أنك وصلت لهذا البلاصة أنك تقدر تطرح ما عندك أمام اللجنة الرابعة، دونك نتشرف بهاتين التهنئتين في نفس اليوم. علاش كنت كنقول لكم بانه مدعم من طرف النظام الجزائري؟ قال لك ان حتى السفير الجزائري بن جامع انه هنؤه، قال لك سيدي غادي يقدم الاطروحه ديالو ديال الانفصاليين امام اللجنه الرابعه. وهنا غادي نشوفوا من خلال هذا البث، من خلال الصور، سيد بعدا انه ما مسوقش كاع دوك الناس اللي كاينين انه كيتحاور معه اصلا، لان من خلال الصوره هو خارج التغطيه، وجه شي تليفون او جات شي مكالمه او ما مسوق لهمش. زيد على ذلك من بعد شنو غادي يدير من خلال الصورة؟ السيد سيغادر البث المباشر. شنو خلى؟ ذباب إلكتروني مستحمر كيأمن بالأطروحة ديال هاد مزور التاريخ محمد دومير، وخرجوا أنهم كينوهوا به ورجعوا بطل من ورق واوا. والشيء الخطير والخطير جدا هو غادي نسمعوا واحد ذبابة إلكترونية جزائرية اللي كان حاضر في البث، أنه كيقبض ديك الأطروحة ديال الإنفصاليين، ويسمعوا شنو غادي يقول. غادي يقول لك بان كيحاول انه يجمع في البثوث المباشره ديالو مجموعه من الاخوان من مصر، من ليبيا، من تونس، باش انهم يتبناو الاطروحه ديال الصحراويين من اجل تقرير المصير وتقرير المصير. سمعوا مزيان الاخوان، المساله خطيره وخطيره جدا، وانا غادي نقول لكم علاش انني بالضبط انني طرقت لهذا البث المباشر. غادي نرجعوا للجهه الاخرى، نسمعوا هذا السيد شنو غادي يقول.
شوف دكتور صدقني، انت جيت قريت لنا التاريخ بواحد الطريقة رائعة، قراءتك للتاريخ أمتعت الجزائريين وأنصفت الصحراويين، لكن أنا واش نقول لك اليوم، أنك اليوم راك تصنع التاريخ، اليوم راك طرف فاعل وطرف تاريخ اليوم، وراح تكون محطة ربما سيتكلم عنها القادمون واللاحقون، لأننا نتكلم على حاجة اللي هي جد مهمة، اللي هي الثانية في الحكومة الجزائرية، اللي هي القضية الصحراوية. ومن النقطة الثانية نشكر كثير على كل حال المجهود اللي قدمه دكتور دومير، يعني باش توصل، يعني أصعب شيء هو باش توصل لأكبر هيئة عالمية، يعني لازم تكون صح اسمك دكتور دومير. بالك ما دار، راني ننشر في القضية عند المصريين والقطريين والسعوديين، راني نوصل في القضية الصحراوية عندهم. على كل حال هذه كاني غايب، ولكن ان شاء الله تكون فيها خير. انا نشمها هكذا لانه خوتي، وكانت عاودوا تشوفوا التدخل تاع يعني القاضي اللي يقول ان الاراضي الصحراوية لا تنتمي، وهذه عبارة جد مهمة، لا تنتمي. هذه الكلمة يعني مش حاجة صغيرة تتقال في محكمة أوروبية كما هذيك، راهي يعني حاجة انت انسان ضد الطرح تاعك، يقول لك ان انت لا تنتمي لهذه الارض. اذا سمعتوا مزيان اخوان، 24 ساعة على 24 ساعة محتوى فقط من اجل مهاجمة المملكة المغربية الشريفة. وانا اقول لهاد الناس هادو بانهم يرقصون فرحا رقصة الديك المدبوح. علاش؟ لأن في الحلقة المقبلة غادي نعطيكم شنو دارت بريطانيا، شنو دارت فرنسا، شنو دارت بولونيا، شنو دارت الهند، شنو دارت هولندا بعد القرار ديال محكمة العدل الأوروبية فيما يخص قضية الصيد البحري والفلاحة. ولكن نخليو هاد الناس هادو جانبا، غادي نمشيو للجانب الآخر وهو المغاربة اللي كينشطوا على موقع التواصل الاجتماعي. أعطيني نعطيك، أنت قلت في، أنا قلت فيك، ووو من أجل الزعامة والاسترزاق بالقضية الوطنية، ليس إلا خذوا المال وخليونا الوطن، إحنا نعطيكم الفلوس غير سكتونا. ومنهم غادي نذكر واحد المسترزق الغائم الملقب بالركان، هذا اللي قلت لكم واحد الحلقة دار خلفية مكتوبة فيها التمخير بيت. واش دابا المغاربة دابا شنو هذا؟ واش ما تهاجموش؟ واش دابا نتوما المغاربه؟ واش مغاربه ولا مخاربه؟ دابا هاد السيد علامه استفهام، وغادي ياخذ واحد الصفعه من المسترزق اسعد الشرح. غادي نسمعوا هاد الركان شنو غادي يقول مزيان، وتجييش، لان كيعرف بان الشعب المغربي غلب عليه العاطفه، ولكن المغاربه عاقوا بك وسنتصدى لك بطبيعه الحال. نسمعوا شنو قال الركان وغادي نشوفوا صدمه ديال أسعد الشرعي. نسمعوا مزيان. المتصهين الذي ينتظر ساعات طوال تذكرت شيئا يتعلق بالقضية الفلسطينية. أنا أدعو جميع المشتكين إلى تحميل هذا الرمز Stop Genocide، فلتتوقف هذه الإبادة الجماعية التي نراها، ونحن غير قادرين نهائيا على أن نعبر إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. أدعو الكتلة الصامتة التي لا تعلق والتي لا تتفاعل في الكيست على أن تحمل هذا الرمز من أجل أن يظهر للعالم عيب جندي أمريكي يضرب في نفسه النار أمام سفارة إسرائيلية، ومغربي متصهين يقول إسرائيل هل حق أن تفعل ما تفعل. هذا الشيء خطير وخطير للغاية. المغاربة هاد السيد هذا رجعكم متصهينين، مسألة خطيرة وخطيرة جدا. وهاد السيد اللي كيقيل أنه كينشط مع البتوت المباشرة مع الدباب الإلكتروني الجزائري، إن لم تستحي ففعل ما شئت. علاش مني كتطلع معاهم في البتوت المباشرة؟ علاش ما تقولش بأن النظام الأوليغارشي من أكبر المطبعين؟ علاش ما كتقولوش الحقيقة؟ ما بين لكم غير المغرب، مهاجمة المغرب والتطبيع، ديك البروباغندا الخاوية فلسطين.
ولكن غادي نشوفوا الرد ديال الاسعاد الشرعي. الناس اللي كتعرف كيفاش تدافع على بلادها هو ما سوقش الغزه بتاتا مطلقا. نسمعوا اسعاد. اولا قبل ان اتكلم يجب ان اشكر الركان. انا ركان الان يعني رفعت مستوى تاعك امامي، وحقيقه تحياتي لك لما قلته على فلسطين وعلى صهاينة المروك. صراحة تحياتي لك وبارك الله فيك. على التداعيات الاقتصادية على الإنسان اليمني، لا طز فينا، يجوا الأمريكان يقطعوا باب الأحمر، نموت عادي، المهم نصرنا غزة. يا أخي على فكرة أنا أهم من الغزاوي، الإنسان اليمني الذي يجاوع في صنعاء أهم من غزة. لو عندكم أنتم تفكير أنتم، والله العظيم أن الإنسان داخل صنعاء حالته أسوأ من غزة. عاد غزة بيجي لها مساعدات، ما احنا ميتين، لا مساعد ولا منقذ. الدنيا معتمة. لو تسمع الأخبار اللي جاية من صنعاء ميتين جوع داخل البيوت. يبي يموت واحد تطلع جثته ايش فيه؟ قالوا فلان لقيوه منفوخ مات جوع في البيت. وأنت فرحان لي بالبحر الأحمر، البحر الأحمر يوصل غزة يا أخي، توصل في غزة. إذا ولكم التعليق المغاربة. يزيد على ذلك بأن هذا السيد أسعد القرعي غادي يزيد انه يطاول على المغاربه وخاصه الدكاتره، وغادي يحاول انه يطاول ويهاجم الاستاذ الدكتور ديالنا امين سوس العلوي، هذا اللي مرشح جلاله الملك بوسام عباد الله، وغادي يهاجم كاع الدكاتره. وغادي نسمعوا شنو غادي يقول بطبيعه الحال، وسنرد على القرعي. سمعوا شنو. الله يخرب بيت فرنسا، الله يخرب بيت فرنسا وبيت أم الجامعات اللي عطتكم حرف الدال واللي علمتكم واللي عملتكم دكاترة. يا أخواني يا جماعة في المغرب، الله يزوجكم كلكم. يعني خذوا مني هذه العبارة وعمموها وفهموها لهؤلاء الناس. ضحى صوتي، انقطعت أنفاسي، الحبال الصوتية عندي قدي تكاد تنفجر. وأنا أؤكد وأكرر على هذه العبارة، والله سمعت يا جماعة أحدهم يسأل مغربي دكتور، دكتور والله مع دال، يقول له أسعد الشرعي اليمني الذي يأتي للمغرب ويصور وينقل ويعمل بلوغات ويعمل حاجات جميلة داخل المغرب. أولا أنا أستغرب لماذا سأله عني من حيث الأساس. اثنين مغاربة قاعدين يتكلموا على واحد يمني أنه جاي المغرب، أش دخلك فيني أولا من حيث الأساس، وأنت معك برنامج تليفوني تلفزيوني، كل ما جاء عنده ضيف سأله، كل ما جاء عند أسعد الشرعي، أسعد الشرعي، أسعد ما رأيك في أسعد الشرعي؟ وهم ينتقدوا من هذولاك اللي أمام اسمهم دال، والله ما يصلح حتى دلال في سوق البقر واسمه دال. آخرهم يسأله هل ما رأيك في جولة أسعد الشرعي؟ قال هذا الدكتور البليد المغرب ليست في حاجة أسعد الشرعي. يا عيبا يا عيبا يا عيبا يا عيبا يا دكتور يرد بهذا الهزالة، المغرب ليست في حاجة أسعد الشرعي. يا أخي من قال يوما أن المغرب تحتاج الإنسان؟ أولا من حيث الأساس مو أنا، من هل قيلت يوما، هل قال أحد يوما أن المغرب تحتاج لأسعد الشرعي؟ يعني حتى أنت تنفي، يعني هو بيسألك عن الفلوقات كيف يقال المغرب ليست في حاجة أسعد الشرعي. قسما بالله أنه رد ما يقول حتى شوجع، حتى شوشع نفسه والله ما يرده، ويرده دكتور قدام الهدال. يا أخي ما حد قال أن المغرب بحاجة إنسان، لا أسعد الشرعي ولا غير أسعد الشرعي ولا حاجة. ويقول لك إيش شو قالك، المغرب ليست بحاجة لدفاع أسعد الشرعي. من قال أسعد الشرعي دافع؟ والحاقدين عندما يسألوا ما يلاقوش أي شيء يقوله ولا أي حاجة، وخصوصا انه كل التهم السابقه سقطت، يرجع ايش يقولك المغرب ليست في حاجه اسعد الشرعي. لا يا روح امك، بالله انت متاكد ان المغرب ليست في حاجه اسعد الشرعي؟ المغرب لا يدافع عنها ابنائها، ليست في حاجه اسعد الشرعي. يا بني ادم قلت لكم الحبال الصوتيه تقطعات. انا كنت اتخاطب العامه الذي يقولون لي شكرا لانك تدافع عنك. يا اخي ما دافع عنك يا أخي، أنا بحاجة إلى من يدافع عني. صفوا النية. الله يخرب بيت الدالات اللي معاكم، الله يخرب بيت فرنسا. ما أنا إلا بشر، ينعل جد بو فرنسا اللي أعطتكم حرف الدال، ورجع الدكاترة ديالنا مدلولين وشعشعيين ورعاة البقر عباد الله. ولكن الخطأ عليكم التعليق الإخوان،
ولكن الخطا فين كاين؟ كاين مجموعه من الدكاتره ديالنا اللي كنحترمهم بطبيعه الحال، هما اللي طلعوه مزيان، هما اللي طلعوا عنده في البتوت المباشره. همه الوحيد هو مهاجمه المغرب ليس الا. اذا هذا السيد هذا كيفاش اننا غادي نديروا نقيموه؟ يستعمل الذكاء السياسي، سيد ما كيعرف لا تاريخ ولا اقتصاد ولا هو. همه الوحيد انه ما يجيبش يطلع الادسنس كيقابل المغربي والجزائري، هو كيتفرج وكيضحك. يزيد على ذلك بانه دار النشيد الوطني ويسحب منه ديك الله الوطن الملك. اذا علامه استفهام. وانا والله العظيم كنت جلست مع واحد الدكتور، ولي الشرف انني جلست معه في قهوه وشربنا قهوه، وهو الدكتور الصنيبي. ممكن اننا نختلفوا في الاراء واو، ولكن رجل بمعنى الكلمه، سيد الصفع الجزائر اللي مازال ليل نهار انهم كيهضروا عليه، وهو الدكتور الصنيبي. هذا اللي قال لي واحد الكلمه جميله وجميله جدا، سيد عنده ما يقول، عنده مراجع تاريخيه، ومن كيطلع انه كيعرف شنو كيقول. قال له السي احمد، وكان صادقا والله صادقا، قال السي احمد واش تنطلعوا عند اسعد الشرعي عاد باش يعرفونا المغاربه؟ عاش باش يدعمونا المغاربه؟ والسيد عنده قناه على اليوتيوب اكثر من 4 سنوات، وكانت المشاهدات قليله وقليله جدا. هادو هما الناس اللي خصنا ندعمهم، رغم عندي اختلاف من مجموعه من الدكاتره اللي طبلوا لاسعد الشرعي للاسف الشديد. انا اتمنى صادقا بان حتى، وهذه قالها الاخ وله مني كل تقدير واحترام، الناشط على موقع التواصل الاجتماعي واليوتيوبر هرباز، اللي قال اللي طلع شي جزائري دبابة إلكترونية جزائري أنه كيتحاور معها فهو خائن، وكان صادقا بطبيعة الحال. وأتمنى صادقا أننا نطبق سياسة التجاهل لهاد الناس هادو، ما نطلعهم ما نتحاوروا معهم، نديروا لهم التجاهل وخليهم أنهم يسبوا ويهاجموا المغرب كيف ما شاءوا، لأن المغرب غادي لقدام الحمد لله وعندنا معطيات. ومازال الحلقة الجاية إن شاء الله مازالين غادي نطرقوا لديك الفرحة، كيما قلت لكم كيفرحوا وكيرقصوا رقصة الديك المذبوح بعد القرار ديال المحكمة العدل الأوروبية فيما يخص اتفاقية الصيد البحري وكذلك الفلاحة. غادي نمشيو باش نختموا هاد الحلقة هذه، وبعد الإخوان قال لك سي أحمد شنو الرأي ديالك في ديك الخرجات وديك التظاهرات نصرة لغزة والتنديد بالتطبيع واو. وهنا واحد المسألة أحيطكم علما، أنا غادي نعطيكم واحد الدولة البحرين، راه اللي خرج ودار الصورة ديال حسن نصر الله كيحيدوا منه الجنسية، ما كيبقاش بحريني بتاتا مطلقا. ولكن الغريب في الأمر أنني مني كنشوف الآن واحد الحزب يساري الأمين العام دياله لا علاقة له لا بإيران ولا بحزب الله ولا بالدين ولا 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 ولا، خرج أنه كيتبنى الموقف ديال العدلويين وكيقول لك بأن حسن نصر الله سيد الشهداء. الله هنا مني غادي نمشيو للعدلويين، العدالة والتنمية. السؤال المطروح دابا غيقولون دابا واش هاد السيد الأمين العام ديال العدالة والتنمية واش انت سني ولا شيعي؟ هذه أولا. هاد السيد هذا قبل ما أنه يدخل العدالة والتنمية وباش يكون الأمين العام ديالها، ألم تكن يساريا من قبل؟ مشيت كذلك حتى الحزب الاستقلال وليت بحال ديك البيضق ديال الضامة، وكل مرة فين كتحرك يحركوك. وفي التالي رجعت للعدالة والتنمية وبغيت أنك تكسب التعاطف ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبدلتوا الاستراتيجية ديالكم ودخلتوا الحكومة لولايتين ودرتوا ما بغيتوا في المغرب، غلاء الأسعار المقاسة، وهذا موضوع آخر. أليس أنت اللي مشيت ووقعت على العارضة اللي درسها حركة 20 فبراير اللي طالبوا بملكية برلمانية؟ ده بغي قلنا أنت واش سني ولا شيعي. انا تمنيت بان الدوله ان تدير لكم تخص لكم واحد الديبيه وتخلص عليكم الطياره وسيروا الحزب الله وسيروا الايران وقولوا لهم حنا مع ايران وحنا مع حزب الله ونصره للقضيه الفلسطينيه، كونوا على يقين بان هذيك ايران غادي تقدمكم قربان لاسرائيل كما قدمت من قبل حسن نصر الله فيصل القاسم وكذلك هنيه والقائمه طويله. دابا غيقولنا انتم واش سنيين ولا شيعيين؟ دابا بينوا لنا الموقف ديالكم. انا لا اظن بانك تكون شيعي وسني في نفس الوقت. ثانيا انا غادي نعطيك واحد الاوديو غادي يسمعوها الاخوان
بين الناس ديال حزب الله في شخص السيد محمد الحسني الذي يتبرأ من إيران، أنه فهم اللعبة صح وخبط النظام الإيراني والتواطؤ دياله مع إسرائيل. إذا نقول لنا أنتم دابا الموقف ديالكم من هذه الخرجة ديال محمد الحسني، غادي نسمعوا الكلام دياله وسأعود إليه. أتوجه إلى قائد فيلق القدس القائد وأقول له أغا من حسنين استم من حسيني هستم باز نكن بالعربية لازم ترجو ما فهمت ولا رح اتكلم بالعربية فاض. قلت له أنا لست حسن الذي قضيتم عليه وبعتوه، أنا الحسيني، لا تلعب معي، أنا أعرفك وأعرف ماذا فعلت في قاسم سليماني وأعرف ماذا فعلت بفؤاد شكر وأعرف ماذا فعلت بإبراهيم عقيل وأعرف ماذا فعلت بنصر الله. قف عند حدك وانضب. لا موضوع كبير هذا، لا أريد أن أتكلم أكثر، هذا موضوع خطير. وانضب والسلام. إن كنت منا بأنكم تعطونا الرد، إذا هذا التناقض، إذا هذا عضو من حزب الله، إذا كيفاش غادي تجاوبوا؟ فين غادي تديروا وجهكم؟ مسألة أخرى، ملي كنهضر على التناقض، أنا كنتمنى صادقا بأن الدولة كما قلت لكم تخلص لهم البي ديال الطيارة يمشيوا، ولكن أنهم يرجعوا محاش غادي يرجعوا كما قلت لكم بأن إيران غادي تقدم قربان لإسرائيل. مسألة أخرى هنا باش نشوفوا التناقض ديال هاد الناس، أليس الناطق الرسمي باسم العدالة والتنمية محمد الخلفي؟ رغم من قبل أنكم هاجبتوا حزب الله لأنه كان يدعم ولا زال يدعم الميليشيات الإرهابية ما يسمى بالبوليزاريو. دابا واش نتوما معانا ولا معانا؟ دابا واش نتوما مغاربة كتدافعوا على المغرب ولا خرجنا قود وقولوا لنا نتوما ضد المغرب؟ باش نكونوا واضحين. مسألة أخرى، ردوا إن استطعتم، ردوا على الممثل الرئيس ديال فلسطين محمود عباس، شنو قال عباد الله؟ قال لك بأن احنا كان آمنوا بأن باغين أن قيام دولة إسرائيل، وإسرائيل ما كتآمنش بقيام دولة فلسطين، باغين يعيشوا معهم في سلام. إذا نسمعوا مزيان هذا كلام ديال الرئيس الفلسطيني، إذا هنا كتناقضوا، نسمعوا مزيان. مناسبة نحن نعترف بدولة إسرائيل بس إسرائيل لا تعترف بنا، ونحن نريد حلا يحمي الدولتين، دولة فلسطين ودولة إسرائيل، لتعيشا جنبا إلى جنب أمن واستقرار وسلام. لأن اعترافنا السياسي بوجود دولة إسرائيل الذي صدر في العام 93 ولا زال قائما حتى الآن. إذن علامة استفهام، علاش كتهجموا غير المغرب؟ هذا التصريح صوتي للرئيس الفلسطيني محمود عباس اللي كيقول ما قال. مسألة أخرى، أظن وأشك بأن هاد الناس قارين التاريخ للعدالة والتنمية ولا اليساريين، علاش أنكم ما تقولوش الحقيقة بأنكم ما قارينش التاريخ وما عارفينش العلاقة الإيرانية الإسرائيلية؟ إيران اللي كتعتبر بأن تاني دولة تعترف بإسرائيل باعتبارها دولة ذات سيادة بعد تركيا بعد انقلاب سنة 1953 الذي أعاد تعيين محمد رضا بهلوي المؤيد للغرب والسلطة. إذن علامة استفهام، ردوها إن استطعتم. أنا كنتمنى بأن هذا الفيديو هذا يوصل للعدلويين يردوا علينا بطبيعة الحال. غادي نزيدكم فيديو آخر أوديو، إذن قولوا لنا الحقيقة، ردوا على هاد الناس هادو. الآن تفاوض، إيران الآن تضع أوراقها على الطاولة مع الأمريكيين، الأمريكي الآن ينتظر أو يطلب من إيران الهدوء ريثما تنتهي الانتخابات الرئاسية في أمريكا. إذن هذا الانتظار والصبر والتأني في هذه المفردات المستخدمة بين أمريكا وإيران لن تجعل من الإسرائيلي أن يتراجع عن تحقيق أهدافه. شو هي الأهداف التي يسعى إليها الإسرائيلي الآن؟ ضرب أسس
حزب الله، هدم هذا البلد، تفكيك المؤسسات لحزب الله، البنية التحتية لحزب الله. نضل منتظرين نحن المفاوضات الإيرانية الأمريكية ونحن نذبح؟ هذا أمر غير مقبول. وخطاب الخامنئي بالأمس جاء ليؤكد هذا الحديث، أن إيران تبحث عن مصلحتها أولا، لا عن اللبنانيين ولا عن مصلحة حزب الله. إذن ولكم التعليق الإخوان متابعين قناة الجريدة المغربية. والله ما كنت غادي ندير هذه الحلقة، أنني كنهضر ما موجد ما حتى شي حاجة، ومجرد سبونتاني ممكن هضر معكم. إذن هانتم عرفتوا الحقيقة، إلا كنا غالطين ردوا علينا الإخوان، حتى أننا بعض المرات أننا كنفكروا باش أننا نتركوا مواقع التواصل الاجتماعي، راح علينا أن نلتحم جميعا من أجل هذا الوطن الحبيب. إحنا مغاربة، وأنا دائما غادي نقاوم مغاربة دائما وراء أجل الملك محمد السادس نصر الله. نبعدوا ذاك الشنآن، بغي تاخذوا الزعامة ما كاين حتى مشكل، غير دافع بصدق على هذا الوطن. أنا مقبلين على كأس إفريقيا 2025، مقبلين على كأس العالم عباد الله. واش الفيفا غير قبضت المغرب وعطاته بأنه ينظم كأس العالم 2030 المغاربة؟ أنا كيبين القيمة ديال المغاربة. واحد الجزء المغربي أنه صنايعي البارح كان في البث المباشر وسألته، قلت له بالله عليك هضر بصدق، أعطينا واحد المقارنة ما بين الجزائر والمغرب ما يخص البنية التحتية، المطارات، تي جي في، الفنادق. قال له السي أحمد، هربنا عليهم بسنوات ضوئية رغم بترولهم وغازهم، هاد الناس عندهم منظومة اشتراكية، عندهم اقتصاد ليبرالي، راه النهار يتسالى البترول والغاز راه ما غادي يبقى لا الجزائر، وغادي يبقى غير بلادكم اللي احتضنكم ورباكم. نبقاو مغاربة. شكرا لكم على المتابعة، ترقبونا في طلعة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. تقبلوا تحياتي.